كلنا من يوم السبت اللي فات واحنا متضايقين ومش طايقين نفسنا ومحدش اصلا فينا مصدق اللي حصل، لكن ده خلاص عدى، لسه قدامنا ان شاء الله مباراه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي. وعارفين كلنا طبعا النتيجه دي كانت كبيره جدا، 5 كتير، لكن الاهلي دايما معودنا ان احنا ابدا ما نعرفش ايه هو الياس، علمنا ان الروح والقتال على الفوز دايما هو ده اللي بيجيب لنا النصر. شفنا معاه اكيد انتصارات كتير وبطولات كتير وجت كمان في اللحظات الاخيره. شفنا ان النادي الاهلي وهو طبعا ليه 1000 قومه بيرجع دايما احسن واقوى من الاول، وده دورنا بقى دلوقتي، دورنا ان احنا نقف ونساند عشان احنا بنحب النادي الاهلي بكل اللي فيه، مش بس بانتصاراته ولا بطولاته، لكن كمان احنا بنحب النادي الاهلي بتاريخه وبعرقته وبالامل وبالكفاح وبالقتال جوه الملعب، ولما بيحصل اي اخفاق كلنا لازم نكون في ظهره وابدا عمرنا ما نقدر نتخلى عنه. شفنا طبعا رد الفعل الكبير جدا من الجمهور بعد المباراه، زعلانين وحقنا نزعل، لكن بنفس حجم الحزن ده هنلاقي فيه دعم كبير جدا من الجمهور، وهيكون نفس الدعم ده موجود في الملعب يوم السبت ان شاء الله اللي جاي، لان فيه اخبار كبير جدا على فكره على التذاكر لغايه دلوقتي. كمان بدايه بقى تجاوز الازمه دي هي ان احنا نعترف بان فيه اخطاء، وده اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، وكمان قرر زي ما انتم عارفين ان هو يوقع عقوبات على الكل. كمان كان في طبعا اعتذار جماعي من الجهاز الفني ومن اللعيبه، وكان في تعهد كمان برد الاعتبار يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. عايزه اقول لكم كمان واقول لكل الصحف ولكل المجلات اللي مستنيه ان النادي الاهلي يقع، النادي الاهلي لم ولن يغرق. اسم النادي الاهلي اسم كبير قوي، تاريخه شاهد على الكلام ده، وجمهوره هيفضل حماه. شفنا طبعا امبارح اللي حصل ورد الفعل القوي جدا من جمهور النادي الاهلي على غلاف المجله الرياضيه، وبعيدا طبعا عن ان الغلاف ده مسروق ما فيهوش اي ابتكار، مفيش كرياتيفيتي نهائي، لكن كمان برده ما كانش فيه اي نقد للفريق ولا كان فيه اي كلام عن الخساره، ولكن اللي جه في الغلاف ده غير موضوعي بالمره، بشكل لا يليق ابدا باسم مؤسسه كبيره زي مؤسسه الاهرام. عاوزه كمان اقول لكل المسؤولين بقى عن المجله ان اسم النادي الاهلي خط احمر، وشفتوا اللي حصل امبارح من الجمهور. عموما بكره ان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا برده، ماتش مصر المقاصه في الدوري المصري الممتاز، الماتش ده طبعا لا بديل فيه عن الفوز ابدا عشان نقدر ان احنا نواصل ونحصد لقب الدوري ال 41، لقب الدوري المحبب لينا اللي خدناه قبل كده 40 مره، وكل الفرق في الدوري او اللي لعبت في الدوري المصري الممتاز خدته 19 مره.